اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو المجد، اعتقد ذكريات جميله مع النادي الاهلي. اكيد طبعا يا كابتن. اول ماتش بتلعبه على روبرتو كارلوس، اول ماتش ليك؟ لا 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 مش اول ماتش، لا لا، انا يمكن انا جبت قبلها مش مهم اعتبره اول بموسم. ماتش يا اخي. لا اكيد طبعا، يعني فكره ان انت تلعب قصاد طبعا منتخب العالم، دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. ويمكن يمكن من زمان واحنا بنتفرج على الجيل بتاع ريال مدريد دوت واحنا صغيرين. يمكن انا فاكر كلمه كنا في معسكر منتخب، وحسام غالي قاعد معايا ورضا ومجموعه كبيره، وحتى يمكن شيتوس كان معانا، فبنتكلم فروبرتو كارلوس بيلعب، فقال لك تخيل روبرتو كارلوس ده لو لعب على ابو المجد هينفضه. سبحان الله. فبتيجي الايام بقى، والحمد لله يعني كنت طبعا محظوظ ان انا لعبت في الفتره ديت، ويمكن لعبت ماتش تاريخي زي دوت، فالحمد لله يعني عملت شكل كويس. يمكن حتى بعد الماتش رحت خارج لحسام وقلت له ايه رايك اديني لعبت قصاد ريال قصاد فكرته باللي حصل روبرت بقى. بالظبط. فلا كانت حاجه طبعا يعني حاجه الواحد بيعتز بيها. ويمكن فخدت رجله لوحدها، بسم الله ما شاء الله. لا لا هو ما شاء الله يعني لعيب. احنا شفناه لما بطل، لكن لما كان بيلعب ما لحقناش. لا بس انا بقى لحقت بقى. انت لحقت، انت شفته طبعا. لحقت شفته ولعبت قصاده الحمد لله. فلا يعني الموضوع يعني المباراة كانت حاجة يعني الواحد كان يعني ما يحلمش ان هو يلعب قصاد منتخب العالم، يعني حاجة كانت محترمة جدا. طيب خلينا بقى ننتقل الى الفتره اللي بعد كده، لكن برضو قبل بس ما اتكلم معاك في بقيه هذه الحلقه، عايز هو ليه الجيل بتاعكم كله معظمه اشتغل فني؟ يعني هتلاقي مثلا شوقي، شيتوس، ابو المجد، رضا شحاته، محمد محسن، ابو جريشه، ابو مسلم، حتى محمد عبد الواحد، امير عبد الواحد عزمي، تقريبا ده الاسماء اللي كانت تقريبا الجيل يعني. يمكن حسام غالي بس اللي فلت وراح حسام هلال. جمال يمكن برضو خد مين الكارير. جمال؟ جمال حمزة جمال يعني اعلام بالظبط. يعني بس، يعني لما يبقى 11 منهم او 12 فنيين والباقي واحد او اتنين، اعتقد ده يبقى عدد اكبر بكتير. متهيألي دي حاجة كويسة طبعا الحمد لله. يمكن من الحاجات الإيجابية الفترة اللي فاتت إن برضو معظم المدربين الجداد الموجودين دلوقتي معظمهم يعني الأعمار السنية بتاعتهم صغيرة. مظبوط. يمكن خرجنا برضو بره الدايرة اللي هي بتاعت يعني المدربين الخبرات، فيمكن أنا شايف إن دي حاجة إيجابية في الدوري. يمكن برضو كل ما بيبقى السن أصغر كل ما بيبقى برضو الطموح طبعا. والثقافة، وإن أنت تبقى عايز تتعلم وعايز تشوف وتجرب وتدور على أجدد حاجة. يمكن ديت حاجة الحمد لله أنا شايفها إضافة في الدوري حتى من السنة اللي فاتت. معظم يعني الطرق اللعب اتغيرت، أسلوب اللعب اتغير، هتلاقي الشكل نفسه بتاع الدوري أو أسلوب لعب الفرق ما بقاش على نمط واحد زي معظم الفترات القديمة يعني. مظبوط. فيمكن أنا شايف إن دي الحمد لله حاجة إيجابية الحمد لله في الدوري، وبإذن الله يعني يا ريت تستمر إن شاء الله. إن شاء الله تستمر.